إن اقتربت مجرة أخرى فستستشعر كل مجرة بجاذبية الأخرى، وما بدأ كرقصة باليه فخمة في مدارات نجمية حول وسط المجرة تحول إلى اضطراب هائل، ولا يمكن وصفها إلا بمجرة تلتهم أختها. كل مجرة تبتلع جارتها، مجرات برمتها، وكل مجرة تبتلع المجرة الأخرى مع ثقبها الأسود الذي ينتقل إلى وسط مجرته الجديدة لجعل ثقبها الأسود أكبر حجما كمثل المجرة ذاتها. العملية بهذه البساطة، المجرة الكبرى تزداد حجما بابتلاع الصغرى منها. مع ابتلاع المجرات بعضها تندمج ثقوبها السوداء في الوسط وتتعاظم. مرت حقبة بعد الانفجار الكبير بمليار سنة أو اثنين أو ثلاثة شهدت تكون مجرات، وكانت أنشط بكثير منها الآن. وفي الوقت ذاته كانت الثقوب السوداء موجودة وتتغذى بوتيرة هائلة منتجة نجوما زائفة قوية جدا. النجوم الزائفة هي أشبه بمنارات ساطعة في أواسط المجرات القاسية، حيث تسطع الثقوب السوداء الملتهمة أكثر من أي شيء آخر بالكون. المقراب الفضائي هابل أمعن التحديق بنجم زائف نائم في مجرة مجاورة مسماة M87، وقد وجد منطقة وسطية صغيرة حيث سخن الغاز إلى عشرات ملايين الدرجات وحركته الجاذبية بسرعة بلغت ملايين الكيلومترات في الساعة. ما أصبح بديهيا هو أنه كان ثمة قدر هائل من الوزن وحجم صغير جدا، إنما لم يكن من المرجح أن يتحول ذاك الوزن إلى نجوم في مجرتنا. يعتقد عالم الفلك براين ماكنامارا أن بمقدور الثقوب السوداء العملاقة أن يكون لها الأثر العميق على المجرة المحيطة بها وما بعدها. هل لنا بزاوية منحنية 180 بالاتجاه ذاته؟ سننطلق ب360. لقد أدرج الموجة. يقوم ماكنامارا بدراسة آثار الخراب التي خلفتها. كل هذه المجرات الأخرى مرتبطة جاذبيا بتكتل المجرات هذا، لذا فهي كلها تدور بفلك هذه المجرة العملاقة كمثل النحل حول القفير. هذه التكتلات هي نتاج ابتلاع المجرات بعضها على مستوى كوني، وتظهر هذه المحاكاة بالحاسوب نشوء تكتل مجرات في جزء مزدحم من الكون على امتداد عشرات الملايين من السنوات الضوئية. تتكون مئات المجرات ثم تندفع باتجاه مركز مشترك، ثم تبتلعها مجرة مركزية ويترافق تناميها مع تنامي الثقب الأسود. ويقوم ماكنامارا بالبحث عن بصمة المسخ. إنها مجرة كبيرة موجودة في وسط مجرات أخرى. الفكرة تفيد بأنها مجرة كبرى ولا يمكننا أن نرى وسطها، لكننا نرجح وجود ثقب أسود بحجم مليار مرة حجم الشمس، وقد ابتلعت مؤخرا، أي منذ عشرات ملايين السنين، قدرا هائلا من المادة وأحدثت ثورة ضخمة. يركز ماكنامارا على تكتل مجرات نائم يسمى MSO7 على بعد 2.5 مليار سنة ضوئية، وهي تختبئ خلف سحابة شاسعة من الغازات الساخنة. ثمة غلاف غازي يعم تكتل المجرات برمته، وهو يشبه غلافنا الجوي لكنه أقل كثافة بكثير وأعلى حرارة بكثير. لقد لاحظ ماكنامارا وجود تجويفين هائلين خاويين في السحابة. بين هذا التجويف وذاك يمكننا حشر 600 مجرة بحجم درب اللبانة. هذا مذهل، والطاقة الموجودة هائلة. يعتقد ماكنامارا أن ثوران الطاقة هو الأشد منذ الانفجار الكبير ذاته، وقد اقتفى أثره حتى مصدره في نواة مجرة مركزية عملاقة، أي ثقبها الأسود الهائل. إنما كيف للثقب الأسود هذا المخلوق المشتهر بابتلاع كل ما بمتناوله أن يلفظ طاقة عبر الكون؟
نعرف الآن أن المادة وبعد سقوطها بداخله تدوم كمثل المياه التي تسيل في المصرف، والسرعة التي تبلغها تلك المادة في الثقب الأسود تقارب سرعة الضوء، وعندما تتحرك المادة بتلك السرعة فهي تحصل على قدر هائل من الطاقة. سقوط المادة في ثقب أسود يعني محاولة الكثير من الأشياء دخول مكان ضيق جدا، والأمر أشبه بمحاولة ملء طبق طعام بخرطوم إطفاء، فالقدر الأغلب منها لن يدخله. تلتف دوامة مادية فائقة السرعة في الثقب الأسود، وينجم عنها حقل مغناطيسي قوي يدفع بكميات هائلة من الغاز باتجاه الخارج، فينتج دفق مادي قوي يوازي مئات ملايين المرات قوة الشمس ويندفع إلى خارج المجرة. مما لا شك فيه أن للثقوب السوداء وسط المجرات الأثر العميق على محيطها، فهي تلفظ دفقا هائلا بسرعة الضوء تقريبا، قادرة على نشر موجات ارتكاسية إلى محيطها لتغيره كليا، لذا فإن تأثيراتها دراماتيكية. هذه التدفقات قادرة على جعل المجرة عقيمة من خلال منعها تكون نجوم جديدة. من حيث المبدأ تستطيع المجرات أن تتنامى إلى أحجام هائلة، لكننا نرى في الكون أنها لا تفعل ذلك، ونعتقد أن الثقوب السوداء الضخمة في وسطها هي المسؤولة عن منع التنامي غير المحدود للمجرات. في المجرات الأصغر حجما يمكن أن يكون لكل هذا العنف الأثر الخلاق، فالموجات الارتكاسية الناجمة عن تدفقات الثقب الأسود تنشر عناصر ثقيلة تكونت في نواة المجرة تمهيدا لتشكل أنظمة شمسية جديدة. اعتدنا على اعتبار الثقوب السوداء بمثابة مكب، لكنها في الحقيقة ممثلة على المسرح الخاص بالمجرات. ربما ساعد مسخ درب اللبانة في تكون نظامنا الشمسي، لكن ما الذي يمنعه من إبادتنا؟ كل هذا منوط بالنظام الغذائي للمسخ. أحد الفروقات الأساسية بين المجرة والثقب الأسود الهائل يكمن فيما إذا كان الثقب مضاء أم لا، لأنه يجلب الكثير من المواد إلى محيطه. الأرجح أن ثقب مجرتنا الأسود كان لسنوات صائماً، إنما في العام 1999 رصد مقراب تشاندرا الفضائي إشارة قوية من وسط المجرة. المحطة 34، غرفة المراقبة، لعلمكم فقط وقع انفجار على مشارف أفق الثقب، واعتبرت فرق المراقبة أن الانفجار كان بمثابة التنبيه. كان النبأ مهما للغاية في حينه، فلسنوات لفتنا مدى انعدام نشاط ثقب مجرتنا الأسود، وفجأة رأينا هناك جسما لم يكن موجودا في السابق. يتسابق الآن كل من راينهارد جينزل وأندريا جيتز إلى مقربه في محاولة لرؤية ما إذا كان الثقب الأسود سينشط. أحد الألغاز الكبرى المحيطة بالثقب الأسود في وسط مجرتنا يدور حول سبب عدم حصول ابتعاث من مواد تسقط فيه، أو بالأحرى لماذا لا يتأكل الثقب الأسود محيطه. تعاون الفريقان في جهد عالمي قضى بأن تسبر 5 مراصد كبرى الثقب الأسود، وبأن يتنبه مرصد تشاندرا العامل بالأشعة السينية من الفضاء لأي ضوء فائق الطاقة. توجه راينهارد جينزل إلى مرصد VLT الأوروبي في صحراء تشيلي، بينما تسلقت أندريا جيتز جبل موناكيا البركاني في هاواي إلى مرصد كيك الأسطوري. عندما تكون هناك تعتريك حماسة شديدة، فستمضي ليالي قليلة آملا بأن تنجح تجربتك وبأن تكون الأحوال الجوية مؤاتية وأوضاع المعدات جيدة وأن تتجمع كل الظروف الملائمة. إن وقت عمل المقراب ثمين ولا مجال للخطأ. مادلين، هل نحن جاهزون؟ أمام الفرق 5 ليال قصيرة ليكتشفوا المقدار الذي يبتلعه الثقب الأسود من خلال قياس طاقة توهج. الليلة الأولى، المقر العام لتشاندرا في كامبريدج ماساتشوستس. قرب اللقطة أكثر. حسناً، الليلة الأولى لا يبدو أن هناك توهجات. لم يسجل المقراب سوى جلبة لومضات سينية من ثقوب سوداء تحوم في أرجاء وسط المجرة. بقيت أمامنا 4 فرص. الليلة الثانية،
واجه مقراب تشيلي مشاكل.